30 نسبة. عملية أخيرة سجل ما بعد باسم سيد المدير العام سيد المدير الجهوي. نرحب بالأسرة الإعلامية الحاضرة معنا اليوم. تمثلت مجمل المحجوزات التي أحبطت تهريبها مصالحنا فيما يلي: أولا المؤثرات العقلية، حيث حجزت ما يقارب بالمليون قرص مهلوس، وبالتدقيق 989,558 قرص مهلوس. في خصوص السجائر الأجنبية، تم إحباط تهريب إجمالي 162,000 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع. فيما يخص المواد الاستهلاكية المدعمة، فقد تم إحباط تهريب 8587 وحدة من مختلف المواد الغذائية، بالإضافة إلى 7140 كيلوغرام من مادة الشعير. بخصوص الأسلحة والذخيرة، تم حجز سلاح ناري من نوع كلاشينكوف محمل ب 27 طلقة نارية حية. بخصوص العتاد الحساس، تم إحباط تهريب 1840 وحدة كاميرا مختلفة النوع والأحجام، حيث قدرت القيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة ووسائل النقل ب 276,369,350 دينار جزائري، أما مجمل الغرامات المستحقة فقدر ب 2,723,873,500 دينار جزائري.